خليني سريعا اروح لزميلتنا العزيزه مريم سميح من مقر النادي الاهلي بالجزيره ونتكلم معاها نشوف اخر الاجواء هناك تحديدا والاجواء الاحتفاليه اللي بتتعلق بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري. يا مريم اهلا بيك منورانا. يا مساء الفل يا أمير ومساء الفل على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. مساء الانتصارات، مساء البطولات. احنا اخترنا تكون البداية النهاردة من أمام دولاب بطولات النادي الأهلي طبعا العظيم زي ما انت شايف خلفي يا أمير. طبعا احنا ورانا درع الدوري النهاردة، اخترنا ان احنا نطلع من أمامه. طبعا احنا قبل ما نصور عايزة بس انقلك الأجواء كده يعني بالظبط زي ما احنا شفناها كفريق عمل قناة النادي الأهلي. عايزة اقول لك ناس كتيرة جدا من الأعضاء، يمكن أغلب الأعضاء طبعا توافدوا أمام الدولاب العظيم ده عشان يتصوروا معاه طبعا بعد تتويج الاهلي رسميا بالدوري الخامس على التوالي وال42 في تاريخه. طبعا يعني اجواء يا امير فوق الرائعه، فوق الرائعه، كل الاعمار السنيه المختلفه كلها توافدت على هذا الدولاب العظيم يعني. واحنا اخترنا ان احنا نكون هنا موجودين لان طبعا ده يعني مقر النادي الاهلي بالجزيره، وطبعا يعني المكان المحبب كمان للدوري المصري او بطوله الدوري الممتاز. عايزة كمان أنتقل يا أمير للأجواء خارج المبنى هنا. طبعا أجواء كلها حماس، كل الناس ابتدت التوافد طبعا علشان يشاهدوا المباراة النهاردة في الثامنة مساء. عايزة أتكلم معاك برضو لأن إحنا يمكن كبار السن بيبقى عندهم كده يعني خلفية معينة عن الموضوعات، كانوا بيتكلموا إن حسمنا الدوري، أبطال الدوري ال 42، بس طبعا ده لا يغفل إن إحنا عايزين نزود الأرقام بتاعتنا أو البطولات بتاعتنا وعايزين نعمل سكور النهاردة برضو كبير. طبعا عندهم حماس كبير جدا لان طبعا انت عارف هم لا يقبلوا الهزيمه يا امير. دي طبعا اجواء النادي الاهلي هنا بالجزيره، بس فعلا احنا الحاله اللي موجوده حوالينا يعني انتقلت لينا كفريق عمل شاشه النادي الاهلي، ففوق الحماسيه طبعا وكل الناس ابتدت في التوافد ده طبعا مع مجهود الاداره في الالتزام بكافه طبعا يعني تطبيق الاجراءات الاحترازيه، خاصه النهارده يوم مختلف لان هيكون يوم تتويج واغلب النادي فيه كثافات كتيره مختلفه عن الايام الماضيه. طبعا طبعا باذن الله ببارك لك يا مريم وبشكرك شكرا جزيلا وبحييكي كمان على المكان اللي انت اخترتي تطلعي منه معانا على الهواء مباشره. واتكلمنا مع مريم سميح زميلتنا المميزه جدا في الحقيقه عن اخر الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره تحديدا بعد الفوز ببطوله الدوري واستعدادا لمشاهده مباراه اليوم ما بين الاهلي ومقصه، مباراه تعتبر تحصيل حاصل سواء مباراه اليوم او ما تبقى من مباريات في بطوله الدوري بالنسبه للنادي الاهلي.